300 جنيه في الشهر؟ اه والله وحياتي يا رب. انا عندي القلب وعندي السكر وعينيا تعبان وجسمي كله وجعني يعني من شر. وانا مش دلوقتي مش عاوزه انا اتعالج يعني عاوزه اتعالج يعني. الناس اللي ربنا يحطيها ويوسع عليها يحطفوا عليا ويعالجوني بمقدرة ربنا كده. انا مش عاوزه بس الله خير عشان رجليا وجسمي بس وجعني. عاوزه اولاد الحلال يحطفوا عليا ويعالجوني. عاوزاهم يعالجوني او يدوني انا هتعالج في اي مستشفى ولا في اي دكتور. حاولت تعالجي على نفقه الدوله؟ انا ساكنه في بلاء الدكرون بس السكن ده انا معرفه يعني كده في عزبه عامر. في عزبه عامر بس انا دلوقتي عاوزه حد يحطف عليا. حاولت تروح المستشفيات الحكوميه عاوزه اولاد الحلال اللي ربنا يديهم يحطيني ويعالجوني. يعالجوني انا عاوزه اتعالج بس مش عاوزه حاجه من عند ربنا غير كده. اتعالج بس.